صالح، ارحب فيك على القناة السعودية الرياضية، ونشكر لك قبول هذا الاتصال. يا مرحبا فيك ويا هلا والله بأخوي الغالي، وأحب أمسي على ضيفك الغالي الأستاذ محمد العريفي. طبعا اليوم ضيفنا الأستاذ محمد ما راح يترك شيء، فبالتالي ما شاء الله عليه، عاد هو خبير بالتحليل ما شاء الله عليه، أستاذ بالتحليل. طيب اعطينا بس كيف شفت المنافسة؟ أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كأس ولي العهد يحمل اسما غاليا على قلوب الجميع، والكل يحرص على الظفر به واستطاعته على مرن صعوبة السباق وسط منافسة قوية من جهاد قوية وفرسان كبار. التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبالعمل مع المدربين وتكتيك المدربين الحمد لله. المنافسة اللي شفتها قوية، أنت كيف بما أنك تعرف المنافسين أنهم قويين أكيد كان لك تحضير مختلف عشان كذا أنت أخذت البطولة. والله الحمد لله السباق اللي راح كنا داخلين منافسين، لكن ما الله أراد لنا التوفيق، إيه؟ والحمد لله السباق هذا سباق اسم كأس ولي العهد واسم قوي، والحمد لله توجنا بجدارة ويا ربي لك الحمد، توفيق من الله وتكتيك المدربين. طيب وش كانت طريقتك واستعدادك لهذه البطولة اللي خلاك تكسب؟ والله أول شيء أرضية الخليج من أصعب الأراضي، يبغى لها تكتيك عالي يعني صراحة، يبغى لها زي ما يقولون فارس مروق يعني الحمد لله. طيب أصعب الأراضي ليش؟ أراضي فيها أراضي صعود ونزول وراضي صلبة، هذه الحمد لله وفقنا الله وخذناه وتعديناه كل الأربع مراحل. وكنت مروق وقتها أكيد. الحمد لله، هي والله يعني بفضل دعوات وأمي الغالية وإخواني الغالين، ويعني صراحة أحب أشكر يعني بهذه المنصة الإعلامية إن سمحت لي أخوي. تفضل. أحب أشكر يعني الوالدة الغالية على دعواتها الصادقة، وإخواني الغالين والله ما تمنيت في هذه الفرحة إلا الوالد الغالي معي الله يرحمه متواجد بيننا ويكون معنا بهذه الفرحة. وأحب أشكر يعني أبناء إبراهيم دخيل الحواس، يعني وقفوا معي وقفة، وأخص بالذكر المدرب عبد الرحمن الحواس والمدرب عادل الحواس والمدرب عبد الله حميدي، يعني وخصوصا أذكر أخوي عادل يعني وقف معي وقفة لا أنساها يعني أبد في ظروف صعبة. واللهم لك الحمد، جاء اليوم اللي يكون محل الثقة وأرد لهم الجميل إن شاء الله، والله إن شاء الله أفضل وأفضل الجيات إن شاء الله. والله اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد إن شاء الله بالجاي واللي راح إن شاء الله. وافي يا صالح وافي، بس معليش يا صالح مهم إنك تجاوبني بصراحة، الميادين كافية الموجودة في السعودية؟ لقدرة التحمل؟ إيه. لا هي عدد يعني ستة. السعودية على اسمها على مكانتها بين الدول، يعني المفروض صراحة قرية ثابتة. الحين يعني فيه أخونا وبعزال البدراني وقاعد الآن يجهز القرية تملكها الاتحاد، والله وقف يعني صراحة الرجال يعمل ليل ونهار من أجل هذه القرية. طيب مقارنة ب يعني خلاص ما نبي ندخل مقارنات، كم عدد يعني الميادين الموجودة عندك الآن اللي أنت شاركت فيها؟ الحمد لله هي ميادين كثيرة يعني عددها بالسعودية وبالخليج الحمد لله، يعني كل هذه يشارك فيها. الإمارات تقريبا يعني إن ما خاب ظني هو 16 ميدان، مقارنة بالمملكة هي 6 ميادين، أنا ما أظن إن كانت معلومة صحيحة. شوف بقول لك شيء، الإمارات الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه هو دعم هذه الفروسية وهذه الرياضة خصوصا، حابة يسدك انه يركب واخذ كاس العالم 2012 ولده فزاع يركب واخذه 2014، يعني هم عزيز هنا، يعني ما في احد ملتفت ليها من الشخصيات الكبار يعني مثل بن عبد الله يعني، ولا يعني الشخصيات الكبار كانوا ملتفتين له يعني صراحه. احنا يعني كل هذه الحنة حقين التحمل كلها جهود شخصيه يعني صراحه، يعني ما في لنا داعم، يعني يمكن ما في الا فريق الوليد بن طلال هو اللي يدعم من المدرب، ولا الباقيين كل المدربين جهود شخصيه. ان شاء الله ان شاء الله الدعم يكون قريب ان شاء الله باذن الله وللرياضه بشكل عام. ان شاء الله ان شاء الله، اشكرك يا اخوي على هذه المقابله، والله لا يهينك، وسلم لي وبلغ سلامي للاستاذ محمد. هذا يسمعك. اولا طبعا بارك لك اخوي سلطان اخوي صالح الانتصار هذا الفوز، واتمنى ان شاء الله ان
ايضا نشاهدكم في محافل دوليه وخارجيه وتحققوا النتائج افضل. بس ما ادري هو معنا الان في الاتصال؟ اي معنا. اسمعني صالح. اي اسمعك. طبعا اخوي صالح، الان انا اشوف الاتحاد الفروسيه يعني يخطو خطوات جيده من حيث التحمل، سباقات التحمل، خصوصا الامير عبد الله بن فهد يعني كان فارس سباقات تحمل وحقق مراكز متقدمه في بطولات عالم، وخبرته من خلال خبرته، هل لاحظت فعلا التطور من ناحيه سباقات التحمل مع خصوصا بعد قدوم الامير عبد الله بن فهد قبل فتره سنوات قضاها في الاتحاد؟ شوف، لا شك، اول شيء الله يبارك فيك، ثاني شيء لا شك الامير عبد الله بن فهد تطور، لكن لا زلنا نعاني، ما في قرى ثابته، يعني على اسم مكانه السعوديه ما في قرى ثابته. هذه الاشكاليه اللي تواجه الفرسان، يعني تخيل فرسان جده اذا صارت سباقات بالشرقيه شوف المسافه اللي يقطعها، واحتمال يخسر، يعني في خساره كبيره، يعني الله يقوله، ويعني المفروض في قرى ثابته بثلاث مناطق، في المنطقه الوسطى، المنطقه الشرقيه، والمنطقه الغربيه، هذه عموما يا صالح، يعني الموضوع هذا يحتاج لمحور كامل باذن الله، اوعدك انه راح نخصص محور كامل لهذا الموضوع، وفي ان شاء الله الحلقات القادمه. صالح، شكرا لك، انت معنا.